برعاية رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا، يستضيف مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية وكيل وزير التربية لإلقاء المحاضرة الموسومة محو الأمية وتأثيرها على المؤسسة العسكرية في قاعة البصرة بحضور طلاب المركز وعدد من ضباط الكليات. استضافت جامعة الدفاع للدراسات العسكرية اليوم ومن خلال مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية السيد وكيل وزارة التربية، حيث ألقى محاضرته الموسومة محو الأمية بالمؤسسة العسكرية وسبل معالجتها، وكانت محاضرة قيمة توصلت إلى بعض المقترحات التي تهتم بكيفية معالجة أو الحد من محو الأمية بالمؤسسة العسكرية، وجرى التنسيق الكبير مع السيد الوكيل للقيام بخطة مستقبلية للحد من محو الأمية أو الأمية بالمؤسسة العسكرية. عملت الجامعة على دراسة موضوع الأمية والجهل في المؤسسة العسكرية وإيجاد السبل الكفيلة للقضاء على الأمية في جميع مؤسسات هذه الوزارة العريقة بالتعاون مع وزارة التربية متمثلة بالجهاز المركزي لمحو الأمية في وزارة التربية. المحاضرة تضمنت تضافر جهود المجتمع بجميع مؤسساته الحكومية لحل مشكلة الأمية والجهل وتوفير التعليم المجاني وفتح آفاق التعاون مع وزارة الدفاع متمثلة بجامعة الدفاع، وتعمل على دراسة الواقع التعليمي في وحدات وتشكيلات الجيش للوقوف على الأفراد الذين لا يجيدون القراءة والكتابة بين منتسبيها للقضاء على الأمية في تنفيذ برنامج تربوي تعليمي خدمة للمؤسسة العسكرية. الأسئلة كانت أسئلة واقعية وحاكي واقع وفرق كل المشاكل التي بصددها واقع التعليم في المؤسسة العسكرية. طبعا أقدم شكر قبل كل شيء إلى جامعة الدفاع على إتاحة هذه الفرصة لوضع يعني معالجات لكثير من المشاكل تخص وضع الأمية وجانب التعليم بصورة عامة. نعم. الأسئلة كانت بناءة وكلها واقعية وتمت الإجابة عليها وكل المعطيات المتوفرة لدينا. المناقشة كانت على كيفية معالجة الآثار السلبية في المؤسسة العسكرية الأمية تحديدا في المؤسسة العسكرية. نعم. وكيف وضع الحلول لها من خلال فتح مراكز لمحو الأمية في تلك المؤسسة وتحفيز الأفراد من القوات الأمنية على الانخراط في تلك مراكز لغرض التعلم والحصول على شهادة على أقل تقدير هي شهادة الدراسة الابتدائية. إعلام وزارة الدفاع، حنان محمد.